فضيلة الشيخ، بعض المساجد والجوامع يلحق فيها غرف تقام فيها مكتبة وبعضها فارغة وبعضها مستودعات. هذه الغرف ضمن سوار المسجد، فهل يصح الاعتكاف فيها؟ وهل تعتبر من ثابة القبة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضربها عندما أراد الاعتكاف؟ وما هو القول الراجح في أول بدء الاعتكاف وآخر؟ جزاكم الله. الحجرة التي تكون داخل سور الناس المسجد من المسجد، سواء كانت مكتبة أو مستودعا أو غير ذلك، فحكمها حكم المسجد. إذا دخل الإنسان يصلي ركعتين قبل أن يجلس، وإذا اعتكف فيها صح، ولا يجوز فيها البيع ولا الشراء. المهم أن لها أحكام، أن لها أحكام المسجد. وأما الاعتكاف فالصحيح أنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس ليلة العشرين، يعني يستقبل ليلة 21 قبل أن تغرب الشمس يوم العشرين، فيستقبل ليلة 21 وينتهي الاعتكاف بغروب الشمس من آخر يوم في رمضان. جزاكم الله.